السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشاهدوا كان تواجدنا تحت الطابلو ديال البركة. البركة هما هاد الإقامات كما كتشاهدوا، هادو إقامات جداد فوالا. كاينين إقامات هما دارو جداد أخرين من هنايا، وكاينين إقامات أخرين كاينين من لهيه. كاين هنايا إيكول بريفي، وكاين واحد لاكريش، هو كريش ديال الدراري الصغار. هنا هاد الإقامة غتبان ليا بأنها إقامة غتكون واعرة زوينة بزاف. علاش؟ لأن غادي تخرج من هنا ديريكتومو، وغادي تمشي تقطع الشانطي، وغادي تمشي تاخد لاترام وتمشي تقضي المصالح ديالك. 5 دقائق 10 دقائق أنت في مدينة الرباط، مدينة سلا. ما دوز على الرباط ودوز على مارينا ديال سلا ودوز على الرباط فوالا. المحطة الثانية اللي هي هادي، من بعد ما شفنا المحطة ديال مولاي عبد الله غندوزو المحطة الثانية اللي هي هادي فوالا. الإقامة ها هي، المنظر رائع في هاد الإقامة، رائع رائع بزاف كما كتشاهدوا فوالا. محطة حي الوفاء فوالا، محطة حي الوفاء، ها هو. إقامة رائعة. ومن هنايا الإتجاه ديال الرباط، وحنا غادي نمشيو. هادو دي غيزيدونس، شي رائع. لاكراش شي ممتاز، شارع كبير، الهواء حتى الهواء نقي. يلا يا اخواني اخواتي، المرحله الثانيه هي هذه. محطه غناخذ لكم شي تصويره من هنا، نرجع شويه للور وناخذها بحال هكا. يلا السلام عليكم ورحمه الله. التصاور كاملين غتلقاهم في قناه انا جيت، اللي كاينه في الانستغرام انا جيت 212. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من هنا نحاول نجيب هذه هنا فوالا. يلا السلام عليكم ورحمه الله.